أعزائي المشاهدين، أعزائي مشاهدي قناة مصر البلد الفضائية، جاءت إلى البرنامج استغاثة، صرخة استغاثة من الحاج حسين عوض بمدينة المنصورة، فانتقلت كاميرا أسرار البلد إلى هذا العقار المخالف والذي نحن نقف أمامه الآن. وكانت هذه الاستغاثة إلى السيد معالي رئيس حي غرب المنصورة. تقدمت بشكوى لفخامتكم بتاريخ 24/10/2018، وطبعا عيسى يسكن هو بالعقار رقم 95 شارع الجمهورية أمام فيلا غيث برج بانوراما النيل. صادر له رخصة رقم 224 لسنة 2008-2009، مكون من 11 دور أرضي وسكني محلات، والأرض محلات، حيث اشترى أحد الأشخاص الدور الأول ويسعى لتحويله إداري أو تجاري، وطمس معالم البلكونات ليتخيل البعض أنه دور تجاري، علما بأن رسم العقار بالحي كله شكل واضح وبلكونات واحدة. لعلم فخامتكم أن هذا العقار به مخالفات كثيرة وتم بشأنها محاضر كثيرة، ولا يجوز تعديل في الرخصة أو تحويل السكني إلى تجاري، ووجود مخالفات بالعقار تمنع ترخيصه أو تعديله في رسم العقار. وبدأ يقول المواطن حسين عوض أن مشتري هذا الدور ما زال يقوم بأعمال فيه حتى الآن، مع العلم بأنه محرر ضده محاضر وقف الأعمال، ولا يهم الأمر من سعادة رئيس الحي أنني أتضرر من الأعمال التي يقوم بها وتركيب شاسيهات حديد على واجهة الدور الأول، وهو يسكن بالدور الذي يليه الدور الثاني، فتركيب شاسيه الحديد طبعا بيعرضه على واجهة العقار. بهذا العمل يسبب ضررا بالغا على شقته وعلى السكان وعلى جميع المناطق، على جميع المحيطين به. أيضا أن التكسير في عزم العمارة في الدور الأول أرضي وعمل فتحة من محل أرضي للصعود إلى أعلى يقلل من عزم العمارة ويعرضها للسقوط، وذلك بسبب جشع بعض الناس للاستفادة من فرق السعر وتحويله من سكني إلى تجاري. أعزائي المشاهدين، يمكن بنشوف العمارة وبنشوف العقار وبنطالب احنا رئيس الحي ومحافظ الدقهلية بغلق ملف العمارة أمام أي محاولات لطلب تعديل من في الرخصة أو أي طلب ترخيص لأي نشاط غير مدون بالرخصة، طالما تخضع العمارة للقانون 119 ولائحته التنفيذية. هذه المخالفة بننقلها إلى رئيس حي غرب المحاسب أحمد عبد السميع، وطبعا بنشوف هذا اللقاء من خلال كاميرا برنامج أسرار البلد. تجولنا قبل الزيارة إلى رئاسة حي غرب المنصورة في داخل الحي، فوجدنا يعني ما يسر الحمد لله، يمكن صورة طيبة، والكاميرا هتوضح لكم بعض الجولات اللي احنا شفناها في بعض الشوارع، لأن احنا جايين النهاردة نفتح العديد من الملفات مع المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة. أهلا بسيادتك. كل سنة وسعادتك طيب، بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة طيب، والشعب المصري ومصر كلها بخير، بمناسبة المولد النبوي الشريف وشعب الدقهلية وشعب مصر. دايما المواطن المصري طموح، ويمكن احنا يعني كان لنا تجارب كتيرة ومحافظات عديدة، لكن انتوا يعني الحمد لله يعني عملتوا شغل كويس. ونبدأ بملف النظافة، عملتوا فيه ايه وازاي بتمشوا فيه عشان نوصل لهذه الصورة؟ هو ملف النظافة اعتقد ان مع فخامة رئيس الجمهورية مهتم بهذا الملف طبعا، وبالتالي نقل الانطباع لرئيس مجلس الوزراء،
وعن محافظ الدقهلية الدكتور كمال. هذا الملف بيوليه أهمية قصوى ورقم واحد ومتمثلة في حي غرب وحي شرق المنصورة، ومعالي المحافظ عايز يرجع المنصورة عروس الدلتا تاني وجميلة كما كانت من قبل. وعلى هذا الأساس أنا بقول سر إن معالي المحافظ بينزل مدينة المنصورة وحي شرق وغرب زي ما بيدخل مكتبه. بيدخل مكتبه وينزل الحي، يعني الاقيه الساعه 1 بالليل بيكلمني، يا احمد انت فين؟ تعالى يا احمد الموضوع الفلاني. الساعه 2 بالليل تعالى يا احمد الموضوع الفلاني، الساعه 3 تعالى يا احمد الموضوع الفلاني. كان عربها الساعه 1 امبارح بالليل، وفضلنا متواصلين لحد حوالي 3 الفجر في موضوع داخل الحي. بالنسبه لمنظومه النظافه، لو انت ملاحظ ان الزمنا وبنلزم جميع المحلات التجاريه داخل حي غرب اللي بيبلغوا حوالي 24 الف محل ان هو لازم يحط باسكت قدام المحل، كويس جدا، وانه يتعاقد مع النظافه مع الحي. وبدانا فعليا من يوم ما انا جيت، انا استلمت الحي من حوالي 40 يوم، في 3 ورديات. الوردية الأولى ب40 عربية، الوردية الثانية ب20، والثالثة ب20. جميل. غير إن إحنا أضفنا لقطاع النظافة في حي غرب المنصورة اللي هي العربيات الخضراء اللي أنتوا شفتوها، مش عارف شفتوها ولا مش شفناها. شفناها. العربية دي تكلفتها حوالي 2700 جنيه، جبنا حوالي 20 عربية، بدل ما العامل يمشي ببراويطة لا يبقى شكل جمالي وشكل حضاري. والعربيات دي بتساعد العربيات المكبس والعربيات العادية في انها بتمشي قدامها، بتجيب الكيس او الورقة اللي ما قدرش يجيبها. جميل جميل. فيها وبدأنا ندي مواعيد تطبيقا لمنظومة النظافة اللي وضعها معالي المحافظ، مواعيد محددة وثابتة لمرور العربيات ولمواعيد الفترات اللي العربيات بتمشي فيها في الشارع. لكن هو انا بطلب من مواطني حي غرب بصفة خاصة ومواطني مدينة المنصورة ان هم يعني يساعدونا في ان هو يلتزم باللي احنا بقوله عشان نوصل لمرحله 100% في النظام ان شاء الله. احنا تسمح لنا نحيي معالي المحافظ، انه طبعا ساعتك ذكرت كلمه انه الساعه من 1 ل 3 بالليل كنتوا موجودين وشغالين. ف ده هو يعني هو بيبقى معايا ومع غيري وفي المكان، الحق المكان الفلاني، وتلاقيه في دقيقه وصل حي شارق، بعد 5 دقائق تلاقيه في مركز المنصوره. فهو دكتور كمال لو ان شهادتي مجروحه فيه انا بحييه، وهو عاوز يخدم المنصوره. صحيح. وهو صحيح. علميا مهندس واستاذ، عنده استراتيجيه تقريبا كمان خاصه دماغه. وهو ادبه الجم بيجبر الجميع على انه يشتغل معاه بحب، وراسي مبدا الحب، وفي وقت ونفس في نفس الوقت مبدا الحب ده بعده مبدا ان اللي ما بينفذش بيبقى بياخد قرار فوري لمصلحه العمل ومصلحه محافظه الدقهلية. لكن هناك انتوا يعني سعادتك ده بالنسبه للمدينه، لكن القرى والمناطق اللي هي البعيده بتعملوا ايه معاها؟ بيوصل للمنزله وبيوصل للمطريه، وفي كل في دقيقه بتلاقيه في مكان، وما فيش يعني بينزل بعد سيارة واحدة وبتلاقيه في المنزلة بعد 5 دقايق في السنبلاون. انا من غير ضوضاء ربنا يديله الصحة، ربنا يا رب أكتر من ربنا يوفقه. واحنا معاكم دايما ان شاء الله، وندعم معالي المحافظ لانه نفسنا مصر تبقى جميلة. هو عايز يعمل وعايز ينجز، وان شاء الله كل المخلصين في الدقهلية في ظهره، وان شاء الله تعود محافظه الدقهليه كعهد سابقها ان شاء الله باذن الله. ننقل لملف المياه واخبار المياه عندكم ايه بالنسبه للسكان؟ هل في شكوى منها ومدى يعني خلال ال 40 يوم دول؟ ما حصلش ان حد اشتكى، لدرجه واحد شكوى واحده جت لي من المجزر. انتقلت المهندسه منال، وانا بالمناسبه بحييها، مهندسه الصرف الصحي بغرب بحي غرب. بحي غرب. انت عارف ان الشكاوي دلوقتي واتس في دقيقه بتوصل على طول للمسؤول. على طول بعد 10 دقائق دخلت مهندس المواطن اللي بيشتكي من الميه وفتحت لي الحنفيه وصورتها لي وبعتها لي على الواتس في نفس الوقت، في بعد نص ساعه كانت جايه لي صوره. جميل جميل جميل.
يمكن كل الناس بتشتكي من ملف الإسكان ومخالفات المباني، ودي اعتقد برضه موجوده في كل محافظات مصر، لكن بس انا يعني معالي الوزير كلمنا سيادتك عن مخالفات المباني. يعني من حوالي بقالنا 3 اسابيع جميع سيارات مراكز المحافظه بتجيلي في منطقتي انا، وبنشيل الرش ده وبنوديه قلبسه، وبنحاول نقلل من كميات الرش اللي موجوده دي، تراكمت فتره من الفترات، زائد ان احنا بننزل اي حد اي مواطن بيهج ويبني بنقل مخلفات المباني الى مقلب المخلفات الصلبه في قلبسه، ويجيب ما يثبت انه نقل كل التراكمات دي للمقلب. هناك يمكن خبر احنا بنطلعه من المنصوره اليوم، ان انتوا نفذ حي غرب برئاسه السيد المحاسب احمد عبد السميع قرار الازاله الفوريه الصادر بشان مخلفات بعقار شارع الجمهوريه، ويمكن معانا برضه الصور يمكن احنا شفناها. بصوا عليك، اي مخالفه مباني بتتمسك في اي مكان وفي اي زمان بيتم تنفيذها فورا وازالتها فورا. ده مش القرار الوحيد، ده مش القرار الوحيد، كل يوم بيطلع 3 4 قرارات وبيتم ازالتهم في نفس اليوم، وتكسير خرسانات، وعندي اكتر يوميا كل يوم قرار، كل يوم مش خبر واحد، وليس ليس يعني هذا الخبر الوحيد، ولكن هناك هم بيركزوا عليه ليه، لكن انا عندي يوميا عمليات ازاله الادوار مخالفه مسلحه. بنجيب الهندات وبنشتغل النواب، بتبقى يعني في وقت من الاوقات كان في ثلاث حالات تم ضبطهم، تم تنفيذهم عن طريق الـ3 نواب، كل نائب كان في مكانه، كان في موجود في مكانه. هل بيتم تنفيذ يعني يمكن بعض واحنا بنتجول انه تم تنفيذ جزء واحد من الازاله ولم يتم تنفيذ باقي الازاله؟ هو انت بتروح على عقار لا تمام بيقيم دور مخالف، تمام، بزيل الدور المخالف، لو في دور مخالف تاني بشوف متعمل له اجراءات ومتعملش اجراءات، لان انت عشان تزيل الدور كامل بقاله شهرين او 5 شهور او سنه انت واخد بال معالي، بيبقى في صعوبه فيه، فبشوف فيه تم متعمل له مخالفاته ولا ما اتعملش، لكن اللي شغالين فيه بيتقص فورا. هل هذه العقارات خاضعه للقانون 119 اللي هو قانون تنظيم مواد البناء؟ او بالتحديد هذا العقار يعني طوبة توضع في جمهورية مصر العربية إن ما كانتش بترخيص فهي مخالفة. مخالفة. هي مخالفة. وحضرتك لن تتوانى، يعني أي مخالفة إن شاء الله هتزيلها طالما في قرار صادر بده. أنا موضوع أنا 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 أو من أول ما جيت ملف النظافة والمباني المخالفة دول أولويات. أولويات، وطبعا لن يوم مع العمل اليوم المستمر، لكن الملفين دول لا تراجع فيهم. والملفين دول اساسيين لازم يتنفذوا بنسبه 100% باذن الله. والتراخيص طيب واخبارها ايه عندكم بالنسبه للمواطن؟ المواطن هل بيقدم على ترخيص وله حق في الترخيص بياخد ترخيص؟ بياخده، لكن اذا كان عقاره مخالف لا. مخالف ازاي هرخصه؟ يعني انا لو باني من دون ترخيص او خارج بروز او ده يا باشا، لا ترخيص لعقار مخالف، وطالما وضع طوبه بدون ترخيص ملوش ترخيص عند حضرتك الا اذا تمت الازاله، الا اذا طبقا للقانون 119 لسنه 2008. تمام. ننتقل يمكن، انتوا الحمد لله يعني زي ما احنا شايفين هناك البعض يمكن المحافظ اعتقد ان انتوا كان عندكم مناسبتين وحضر حصل بعض يعني الاحتفالات الخاصه بالمحافظه وكده، فياريت تكلمنا عن ايه اللي تم خلال الاسبوع الماضي يعني. بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمواطن المصري. إذا كان كنت في اجتماع مثلا مع المحافظ وناقشته مجلس تنفيذ المحافظة كان امبارح ومعالي الوزير ركز على إن المباني المدارس رخص المدارس تستخرج بسرعة، تمام، وركز على إن كل النفقات الحكومية الخاصة بإصدار المدارس تتحصل، وركز على إعادة الشيء لأصله، وركز على الشوارع وترميم الشوارع، وطبعا النظافة خدت نص اللقاء، وركز على إن الشارع ملك المواطن مش ملك صاحب العقار، والرصيف حملات الإشغالات لازم تتم بصورة مستمرة حتى يرتدع المخالفين،
يركز على معاملة المواطنين بصورة إيجابية وصورة تدي إحساس بأن هناك ما، لأن من وظيفتنا رضا المواطن البسيط عن الأداء بينتسب إلى مجموع الحكومة المصرية في طبعا. رضا المواطن عن أداء التنفيذي. التنفيذي لو عامل المواطن بدون رضا أو المواطن ما رضاش عن الأداء التنفيذي فبينصب عدم رضا على كل الأداء. وهو معالي الوزير المحافظ ركز على ان احنا نتعامل مع المواطن بمنتهى الود والاحترام، ولو له حق ياخده ملوش حق مش حياخده. صحيح. المواطن بيشتكي انه بعض المقاهي بتحتل الرصيف، تتصرفوا ازاي معهم او بتعملوا ايه معهم؟ احنا بالفعل في المرافق، شرطة المرافق بتشتغل بالنهار وبالليل. احنا مركزين، معايا النقيب طارق معايا يوميا من الساعة 8 مساء، ويمكن اهل المنصوره والحي عرفوا وشافوا بنفسهم ان احنا بنروح للاماكن اللي بتفترش. يعني اخرها كان في جامع الرفاعي مفترشين حوالين كافيه، برضو شلنا كراسي ومنعنا المخالفه. عندنا هنا في شارع المستشارين، في منصورة بلازا، في الأماكن اللي بتصير السياق المواطنين واللي بيقفلوا الشوارع. معادش شارع هيتقفل النهاردة في المنصورة، والحملات مستمرة مش مرة ونقعد يرجع تاني، لا الحملات مستمرة يومي، ولازم المخالف يعرف ان ما جيتش له النهاردة هجيله بكرة. صحيح صحيح. وهو ده السبيل والأساس لإلغاء المخالفات في أي مدينة أو الإشغالات، الاستمرارية في المراقبة وتنفيذ القانون وفتح الشارع يوميا. صحيح صحيح. حضرتك ذكرت كلمة المنصورة بلازا، وهذا الملف كان فيه ملف لا أنا بتكلم على الإشغالات. لا لو فتحنا هذا لا الملف. ما فيش، ما أنا بتكلم على إشغالات في الشارع. أنا رحت لهم ثلاث مرات في ثلاث أسابيع وأعتقد الشارع اتفتح لأنهم كانوا قافلين الشارع. صحيح صحيح. أنا بتكلم على الإشغالات. الإشغالات وليس لكن المنصورة بلازا دي المحافظة، سيادة المحافظ هو اللي أعتقد بيوالي هذا الملف. طيب رسالة النهاردة بتوجهها لشعب المنصورة وأهالي المنصورة بتقول لهم إيه؟ أنا بقول لأهل المنصورة أنا ابنكم، ولا أنسى يوم ما اتنقلت من المحافظة الغربية من مركز ومدينة المحلة، ما الشعور الجارف اللي قابلتوني بيه، وإنكم فرحانين بإن أنا جاي الأهلية. أنا هرده لكم الشعور ده في ان انا ارفع من كفاءة حي غرب المنصورة ونرجع المنصورة المنصورة اللي عروس النيل. وانا احد ابناء الدقهلية، ويجب انني اضع طوبة في بناء هذه المحافظة العريقة والعظيمة. ومكتبي زي ما هم عارفين مفتوح ل 24 ساعة للمواطن الغلبان، وطبعا المواطن المخالف مالوش مكان عندك. بنشكر سيادتك، بننهي هذا اللقاء، وشكرا لحضرتك. طيب. حضرتك طيب. وشكرا لقناة مصر البلد. مصر البلد، ودي قناة بتمثل الشعب المصري اللي في الشارع. ألف شكر لسيادتك. ألف شكر لسيادتك. أعزائي المشاهدين، زي ما شفنا يعني احنا لا نسعنا في نهاية اللقاء إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة على ما قدمه ويقدمه من مجهودات لبلده وأهله ولشعب المنصورة.